وهلا رح ناخد اتصال مع الاستاذ دريد رحال من بعلبك تن هيك نشوف الاوضاع حقيقه الانسانيه شو عم بيصير على الارض. الله معكم. الله معك استاذ دريد. الو، طمنا عن الاحداث ببعلبك، عن الوضع على الارض. راس بعلبك اول شيء، راس بعلبك. شو بعلبك؟ راس بعلبك اكيد. طم يعني اذا فيك توافينا، عم نشوف نحن الصور اليوم على التلفزيون. نعم، راس بعلبك تعرضت لكارثه امبارح بسيلين ورا بعضهم، سيل ما شهديته راس بعلبك بتاريخها، جرف معه كل الاتربه والصخور والحجاره وخرج عن المجرى اللي ماشي فيه الطبيعي، خرج على المجرى وفاض على ضفتي المجرى واجتاح البيوت، فات على كل البيوت، مجموعه 40 50 بيت فات عليهم ودمر كل المحتويات بالبيوت. وفي عنا للاسف الشديد في عنا سيده فاضله كانت بمحلها، حاولت تسكر الباب، دفش السيل الباب وفيت لجوا، وقعت وصيبت بالاختناق وتوفت. انا اول مستشفى اليونيفرسال وتوفت. سيد دريد، بالنسبه لليوم تكشفت عنا الاضرار، لانه من الصبح نحن عم نعمل لجان وعم نعمل مسح. اجت الهيئه العليا للاغاثه مشكورين، اثنين كان اللي وياه هون كل الليل نحن وياه، وعم نشتغل على تقدير الاضرار والكوارث اللي حلت بالضيعه. شبكات المي، شبكات المياه الري، مياه الشفه كلها تدمرت، الاساطير الرئيسيه اللي بتغذي الشبكه الداخليه تدمرت، محطات توليد، محطات الكهرباء، في عندنا محطتين راحوا، وفي عندنا هلا مشكله كبيره بقص الطرقات. نعم. اكيد صوتك عم يوصل. يلا شرف على الصيحة. الو، عم نشوف. يلا بلشوا بالمقبره، بلشوا الدفاع المدني عم يشتغل بالمقبره فوق. الو، نعم، معهم رامي ومعهم زوزو. الو، نعم استاذ زريد. ايه ما توهزني يعني. ابدا، تفضل. ايه الو، اكيد نعم، عم نسمعك بعدك معنا. ايه تفضل. اذا بدك يعني عندنا تكشف باضرار هائله، نحن هلا بانتظار وصول وزير الطاقه والمياه وسعاده المحافظ لنعمل نرجع نفوت بقصه نعمل كشف الحسي ونشوف شو بدنا نعمل. يعني عندنا كارثه حلت بالراس وعم نحاول. أكيد. نشكر، ما في شك انه اليوم الصليب الاحمر والدفاع المدني، الصليب الاحمر ما تركنا للصبح، الدفاع المدني كمان بعده لهلا عم يرسلوا الاليات والمفككات والشحنات. نشكرهم. الهيئه العليا للاغاثه لجان المسح بلشت من الساعه 8 تبرم على المحلات والبيوت وعم تعين السيارات. اكيد تحيه للصليب الاحمر والدفاع المدني دائما. ايه، بنحيي الصليب الاحمر والدفاع المدني. جاهزين ونحن اكيد مع كل الضحايا، قلبنا معهم. مين العميد رئيس البلديه؟ مين؟ الو، نتشكرك استاذ دريد من كل قلبنا، واكيد دعوه لكل المعنيين تا ياخذوا بعين الاعتبار ويتوجهوا اذا فيهم عندهم مساعدات ويرصدوا اكيد البنيه التحتيه اللي ضررت كثير وسلامه المواطنين. نحن كتلي لوميير كمؤسسه دعينا اكيد الجميع لنواكب هالمشكله الكبيره اللي صارت براس بعلبك بصلواتنا واذا فينا على الارض كمان.